مكملين وياكم مشاهدينا بفقراتنا. وصلنا الى تيك توك ترند مع شخصيه مؤثره على منصه التيك توك، انتشرت فيديوهاتها بالنصائح المفيده بمجال التغذيه الصحيه وكثير امور من هذه الناحيه تحديدا. خلونا نتابع الفيديو التعريفي ونرجع، راح تكون معنا بالاستوديو. دائما كونوا بعلاقة مع شخص لما تختلفون على أي موضوع يجي عليكم ويقولكم شلون نحل هذا الخلاف ونوصل إلى وضع أحسن، مو يتجاهلكم ويترككم. الحقيني الحقيني، الله يخليك، عندي حفلة بعد 10 أيام، لازم أضعف لازم أضعف. الله يخليك الله يخليك، شو أسوي شو أسوي؟ عمرك كله أنت قاعدة تاكلين، ما بقيتي شيء ما أكلتي، وتالي بس على مود الحفلة ضعفين. زين صحتك، زين جمالك، زين رشاقتك الحلوة، هاي ما فكرتي بيها، بس فكرتي هاي الحفلة شو راح تلبسين ولازم أضعفين بس على مود هاي الحفلة. غير طريقة تفكيركم، كونوا صحيين دائما دائما. أنا جسمي حلو دائما، أنا أقدر ألبس اللي أريده، ليش إلا يصير شيء وحفلة وعزومة وعيد يلا أغير طريقة تفكيري وأغير طريقة أكلي. طول الوقت المفروض أني مرتاحة ويا نفسي، وطول الوقت أني حابة جسمي وحابة نفسي، وأني آكل بطريقة صحية، وهذا اللي لازم تسووه دائما. لا تنسون نفسكم أبد، فكروا صح. ضايجين ونفسيتكم تعبانة؟ قوموا غيروا ملابسكم. أسهل طريقة حتى تتغير نفسيتكم أنه تلبسون أشياء حلوة تشوفون نفسكم تجننون بيها. فيلا قوموا غيروا ملابسكم عسر، يلا تعال. كل شوية تشتهون حلويات، خلصتوا أكل هسة ورأسا ورا شوية حسيتوا جوعانين، وخلصتوا أكل ورأسا نعستوا وبس تريدون تنامون، تحسون أكو دائما هنا فد ألوان غامقة على رقبتكم، عندكم تعب مستمر ونعاس بعد الأكل، عندكم نقص فيتامينات، وعندكم كرش هنا متجمع الدهون، نفس الوقت اسمان ومدة تضعفون. هذا كله شنو؟ علامات مقاومة الإنسولين. فانتبهوا من هاي العلامات وروحوا سووا هذا التحليل على مود تتأكدون إذا عندكم مقاومة إنسولين أو لا. أريد ريجيم أنزل بي 12 كيلو، خاصة الكرش والأرداف. شو كنت راح تقتنعون أنه ماكو ريجيم ينزل لكم جزء معين من الجسم؟ لو الجسم كله ينزل، لو الجسم كله يسمر. نرحب بضيفتنا لهذا اليوم أميت كامل، وهي أخصائية التغذية العلاجية. أهلا وسهلا بيك أميت. أهلا، هلا وهد، هلا حبيبتي. شكرا قلبي، منور بيكم حبيبتي. أميت، شنو اللي يعني يجمع ما بين التغذية والتيك توك؟ يمكن اللي يسمع الآن يعني غريب الموضوع، نشوف نعم صنع محتوى، ولكن القليل اللي استغل مجال طبي في التيك توك تحديدا وايصال المعلومه عبر التيك توك. صحيح، انا لانه كانت عندي تجربه بهذا الموضوع، يعني انا طبقت على نفسي موضوع التغذيه وتخلصت من 6 اعراض مرضيه، فقلت خلي اساعد الناس. فاختاريت التيك توك وشفت انه هو يمكن اسرع مكان حتى واحد ينتشر وحتى تنتشر هاي النصائح يعني، والحمد لله صدق يعني صارت عندي ملايين المشاهدات. حلو ما شاء الله. طيب نبدا، شو وقت بدت انطلاقتك في التيك توك تحديدا؟ ايش قد صار لك فتره؟ صار لي تقريبا سنه ونص. سنه ونص، سنه ونص بالضبط. اي ايش قد حققتي تقريبا متابعين الان؟ يعني هو اقول لك من اول شهر 50,000 وهسه 825 تقريبا. ما شاء الله. الحمد لله. طيب اليوم من الجمهور اللي يتابع أمي بالتيك توك تحديدا؟ يعني تقريبا خلينا نقول 70% منهم هم الناس اللي محتاجين تغيير حياتهم، مثلا يريدون ينزلون وزن، يريدون يغيرون نفسيتهم. تقريبا هو هذا الاكثر الجمهور اللي يتابع يعني. نعم. طب هل اكو مثلا دول معينه تتصدر عندك؟ اكيد العراق نمبر 1، وورا السعوديه، وبعدين الاردن، وبعدين باقي الدول العربيه يعني. حلو، لكن اكثر 3 دول خلينا نقول العراق والسعوديه والأردن. نعم. طيب اليوم نلاحظ من خلال الفيديوهات اللي حضرتك تنشريها انه انت تنشرين بما يخص التغذيه وبما يخص بعض الاحيان الامور الحياتيه. اي بالضبط. احكي لنا عن هذه التجربه. التنميه البشريه مثل ما يسموها. اي يعني هو لانه انا اصلا ماخذ دورات بالطاقه وبالتنميه، فعندي تجارب عن هذا الموضوع وهواي اقرا وهواي اطلع على هاي الاشياء.
فأحاول دائما أنه أنطيهم من هاي التجربة من الأشياء اللي قاريتها حتى يتعلمون شوية يعني يغيرون طريقة تفكيرهم بالحياة، يعني ما يبقون بس قاعدين يعني مصرين على أفكار معينة أو أنه بس يفكرون بالماضي أو هيك أشياء، فشوية نريد نغير هذا التفكير. حلو، طيب اليوم شلون الموازنة؟ أنا أعرف أنه التيك توك يحتاج الكثير من الوقت والجهد، سواء كان بتصوير الفيديوهات، مونتاجها، كتابتها، الأفكار لاستخراجها، كل صحيح. يحتاج وقت. صحيح. اليوم شلون نقدر نوفق ما بين حياتنا اليومية وما بين محتوانا على التيك توك؟ هو أكيد يعني يحتاج وقت كلش هواية، يعني أنا مثلاً أقعد الساعة 5 الصبح كل يوم وأنام تقريباً بالدعش، وهذا الوقت كله أقضي بين يعني يا مثلاً التزامات البيت يا شغل أنه أسوي السيناريوهات مال الفيديوهات وأصور والمونتاج والهاي، وكل وحدي أسوي هاي الأشياء. كل أسوي وحدي. حلو. أي. طب ما فكرتي ممكن بالمستقبل توسعين هذا الفكرة أكثر؟ يعني يكون أكو أشخاص يساعدون؟ أكيد طبعاً إيه أكيد. بس هسه حالياً معتمدة على نفسي لأنه دا أحس أنه الأفكار أريد تكونها مركزة أكثر. ما أريد يعني تكون أفكار بالضبط، أي أريد أني أكون مركزة على فكرة معينة وأصورها وأسوي لها المونتاج بهاي الطريقة يعني اللي أريدها. أي. حلو. طب اليوم هل أكو أو هل كانت عندك يعني مشاركات سابقة ما يخص البث على التيك توك؟ بثيت إيه طبعاً، يعني أنا كل يوم عندي كل يوم يعني صار لي سنة ونص أنا بس وصلت، تعرفين لازم الواحد يوصل 1000 حتى يقدر يفتح بث، فكل يوم عندي بث، أحياناً 3 مرات باليوم أفتح ساعة ساعتين. طيب شنو اللي يفرق بما يخص جمهور البث وجمهور المحتوى المصور اللي هو الفيديو بنفس المنصة؟ أكيد أكو فرق هواية، يعني على البث يدخلون ناس من مختلف الفئات العمرية، يعني تلاقين مثلاً واحد عمره 10 سنين وتلاقين ناس لا كبار وعشرينات وهيك الشيء، وأكو حتى أكبر، بينما مثلاً المحتوى الفيديو لا مخصص إلى يعني تحسين أنه بس الناس معينين أو الناس اللي مهتمين بمحتوى الفيديو، بس البث لا يدخلون عليه من كل الأعمار. حلو. طب اليوم بالبث شنو المحتوى اللي تحاولين توصليه؟ أغلب الوقت أحاول أجاوب على أسئلتهم اللي خاصة بالصحة وأسئلة العامة همينة، يعني أجاوب عليها أثناء البث، يعني لأنه أحس أنه أكو شغلات هواية ما يعرفوها بالصحة، فنحاول نصلح لهم معلومات باللايف حتى تكون مباشر يعني الحكي وياهم. طيب اليوم أنت إذا تنطين وقت وجهد وكل هذه التفاصيل للتيك توك، التيك توك شنو مقدم لك؟ مجرد انتشار. بس انتشار. ماكو عوائد مادية؟ لا، هي العوائد المادية تجي غالبا من بس هدايا بسيطة سنتات يعني من اللايف، يدزوها المشاهدين على اللايف بس. بس اكو مثلا ناس اللي يشاركون تحديات وهاي لا، ذيك غير شكل ارباح مختلفة. انا ما شارك فيها. ما شارك فيها. طيب اليوم هل التيك توك فتح لك المجال مثلا خلينا نقول الاعلانات، بما انه انت بفيلد التغذية، هل صارت لك تعاونات معينة بسبب التيك توك تحديدا؟ بسبب التيك توك اتصلوا بي هواية ناس، بس يعني أنا الخط مالتي شوية مو ما اتفق ويا هواية أشياء. يعني مثلا محلات تبيع أكلات كيتو أو هاي، فأوكي أنا صح دا أحكي على الغذاء، بس مثلا ما أوافق على المعلبات، فلهذا ما وافقت على الإعلانات اللي تكون عن معلبات أو هيك شيء. أها، يعني يوم الموافقة تكون يعني فيها تأخير من عندك بسبب المحتوى اللي تم نشره. بالضبط. طيب أكثر شخصية على التيك توك قريبة عليك؟ أكثر شخصية يمكن هم الشخصيات اللي يعني أسماء اللي موجودين حاليا، هم أكثر شيء على اليوتيوب وهسه دخلوا على التيك توك، مثل دكتور كريم علي يعني الأحب المحتوى مالته، ودكتور بيرغ، يعني الناس اللي مهتمين بشغل الصحة. نعم. حلو. طيب اليوم خلينا نقول شخصية تحسين إنه المحتوى اللي تطرحه على تيك توك ما يناسبك؟ يمكن اللي يسوون مقالب. اي احس هذول يعني بصراحة أنا دا أشوف مؤخراً على التيك توك، بما إنه صار عندي برنامج ويخص هذا الموضوع، فوت أشوف. أنا مو من الأشخاص اللي مو من جماعة جماعة الإنستغرام. أوكي. لاحظت أكو يعني بالبثوث تحديداً يعني أكو كمية يعني محتوى ضعيف أو جداً. هابط بطريقة مو طبيعية جداً. اليوم هاي المجموعة عدد يعني تظهر أكثر من الناس اللي عندهم محتوى حقيقي صحيح بفائدة صحيح. اليوم بدوركم أو بدور حضرتك تحديداً كشخص يصنع محتوى مفيد للناس من ناحية الصحية من ناحية النفسية، شلون تحاربين هذول الناس يعني توصلين فكرة للمتابعين إنه لا مثل ما أكو الشين خلينا نقول أكو الزين أيضاً؟ هي قصة الحرب أنا ما أفكر بها. الفكرة اللي أنا ماشي عليها أنه دا أنزل محتوى
حلو، ودا اسوي بث راقي اللي دا يدخلون دا يقولوا لي انت من ارقى البثوث الموجوده على التيك توك، البث ما بي اي اسفاف، ما بي اي كلام جارح، ما بي اي، بالعكس كله ابتسامات وكله ايجابيه وكله شيء حلو. فهذا الشيء دا يثبت للناس انه اكو ناس مختلفين واكو ناس بمستوى ثاني تماما. فاكيد يعني لهذا عندي هالقد متابعين وهالقد يعني نجاح بالفيديوهات. حلو. طيب اليوم هل انت معتمده فقط على التيك توك ام انت تستخدمين منصات اخرى مثل انستغرام فيسبوك؟ اكيد لا، استخدم الانستغرام والتيك توك، هم هذول المنصتين اللي حاليا دا اشتغل عليهم. حلو. بس التركيز الاكثر والجهد الاكثر وين؟ هو على التيك توك. على التيك توك. طيب الخطه المستقبليه بما يخص التيك توك وين حابه تصلين؟ حابه اول شيء انه على الاقل اعبر 1,000,000 واتوثق كحساب يعني موثق رسمي يكون، وبعدين نشوف وين راح نوصل ان شاء الله. اكيد كل التوفيق. شكرا. طيب اليوم من بعد كل هذا الجهد والوقت والتفاصيل اللي تقضيها على التيك توك، ما فكرتي انه التيك توك يكون هو ايضا مصدر دخل لك؟ هو ممكن واحد يسوي مصدر دخل في حال انه مثلا صرنا نبيع اشياء على التيك توك. انا يمكن يعني الشغل مالتي اللي هو الدورات اللي دا اسويها والمتابعه دا احط الرابط مالتها على التيك توك، فممكن فكان يعني عامل مساعد التيك توك انه الناس يعرفوا انه انا دا اشتغل هذا الموضوع فيجون عليهم بهذا الطريق. حلو. طيب كلمه اخيره حابه توجهيها لجمهورك بالتيك توك اللي تابعونا ببرنامجنا؟ اكيد اول شيء اشكر دعمهم لانه يعني ما شاء الله الدعم يجنن يعني، ويا ريت انه يظلون يختارون الاشياء الصحيحه يعني ما يظلون يمشون ورا الترندات اللي ما بيها معنى. نعم اكيد. شكرا جزيلا لك ست امي، نورتينا. شكرا. وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك. شكرا حبيبتي، تسلمين.